يا مرحبا عليكم وعلى اللي خلفوكم. انا قلت مش هتكلم عن الوليه دي اللي اسمها منور، بس هي عدت الحدود بصراحه، يعني وصلت لمرحله مش عارف احنا نبعتوا لها رساله للفضاء الخارجي عشان تردها على الناس، وعشان اللي عايز يكلموا منور هتشوفوا الدنيا بعد كده دنيا تانية. يعني منور هتعمل مهرجان، مهرجان هتقول ايه؟ اقول ام نور هتعمل مهرجان. سمعت يا اولاد؟ مهرجان ام نور. ام نور عملت مهرجان الكفته يا اولاد. المهرجان بتقول فيه يا اللي انت ما تعرفش تعمل الكفتي تعال اعلمها لك. الله عليك يا ام نور، ام نور هتعلمكم طريقه عمل الكفتي. ام نور يا جماعه قلعت الحجاب وقاعده بشعرها دلوقتي، خلاص بقت مشهوره. ما هي اللي هتتشهر هتقلع، وعشان تتشهر اكتر يبقى هتقلع اكتر. فانتظروا المزيد من ام نور من بعد المهرجان بتاع الكفتي ومهرجان القلع، هتشوفوا حاجات جديده خالص خالص خالص. شكرا ليك يا ام نور، شكرا ليك على اللي هتعمليه. احنا انا مش عارف نقول لك ايه، بس انا قلت مش هتكلم عليكي تاني، بس انت اللي هتستفز الناس وهتخلي الناس تتكلم عليكي. مره اوضه النوم ومره مش عارف فين، وارهام صورت معاكي، فانت خلاص بقيتي من سيدات الطبقه النتسي، فلازم تقلعي عاد اكشن يا واد.